الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله هناخد مع بعض النهاردة درس كم الاستفهامية وكم الخبرية. معروف إن كم نوعين، عندنا في كم الاستفهامية وكم الخبرية، كل واحدة فيهم لها نظام. كم الاستفهامية ديت بيستفهم بيها عن العدد، بيستفهم بيها عن العدد. يعني إيه مثلا؟ يعني لما تحب تعرف عدد أي شيء بتستخدم كم الاستفهامية. لما تحب تعرف مثلا عدد الطلبة اللي في فصلك، انت هتقول كم طالبا في الفصل. ولما تحب تعرف الفلوس اللي في جيب صاحبك، انت بتقول كم جنيها في جيبك. ولما تحب تعرف تكلفة شيء معين اشتراه صاحبك، هتقول بكم جنيه اشتريت هذا القميص. ولما انت تكون قاعد مع والدك في مرة من المرات وعاوز تعرف عدد الكتب اللي قرأها أبوك، هتقول له كم كتابا قرأت في هذا الأسبوع. ايه اللي انت لاحظته من خلال الأمثلة؟ هتقول لي يا مستر انا لاحظت ان كم الاستفهامية من خلال الأمثلة بتحتاج دايما لجواب، عاوز إجابة. يعني أنت لما سألت والدك قلت له أنت قرأت كم كتاب، أكيد رد عليك بعدد معين من الكتب. وأكيد لما أنت طلبت من صاحبك تعرف منه معاه فلوس كام، أكيد قال لك هو جنيه ولا اتنين ولا تلاتة. وأكيد لما حبيت تعرف من المدرس عدد الطلبة اللي جم النهاردة المدرسة، أكيد قال لك إن هم 10 ولا 15 ولا 20. فهتلاحظ دايما إن كم الاستفهامية بتحتاج دايما لجواب، وتمييزها دايما مفرد وبيكون منصوب، وفي بعض الأحيان ممكن يجي مجرور لو سبقت كم بحرف جر. بس ما بنقولش بقى مجرور بمن أو مجرور بإلى، لا بنقول مجرور بالإضافة، لأن حرف الجر كان جاي قبل إيه؟ قبل كم. آخر حاجة في الجملة بتاعتنا اللي هي جملة كم الاستفهامية، لأن بنحط في آخرها علامة استفهام. تعالوا مع بعض نشوف الأمثلة تاني من جديد، ونشوف إعراب اللي جاي بعد كم هيعرب إيه. لو أنا قلت مثلا كم طالبا في الفصل أو كم جنيها في جيبك، هنلاحظ أن إعراب كلمة طالب وكلمة جنيه كان إعرابها تمييز منصوب بالفتحة. طب عارف ليه تمييز منصوب بالفتحة؟ المفروض تقول لي يا مستر علشان أنا مش شايف حرف جر ولا قبل كم ولا بعد كم، وعلشان كده تمييزها منصوب بالفتحة. تاني حاجة، لو جيت مثلا أقول بكم جنيه اشتريت أو إلى كم بلد سافرت، هتقول لي يا مستر أنا ملاحظ حاجة، إن كم هنا جي قبلها حرف جر اللي هو الباء أو إلى. في الحالة دي هنقول إن تمييز كم في الحالة دي تمييز مجرور بالإضافة. عارف ليه؟ طبعاً تمييز مجرور بالإضافة، لأن كم سبقت بحرف إيه؟ بحرف جر. تعالوا بقى نشوف مع بعض كم الخبرية. كم الخبرية الغرض منها بيان الكثرة. بيان الكثرة يعني إيه؟ يعني أنت لما تحب تعبر عن كثرة شيء معين بتستخدم كم الخبرية. أنا عاوز أعرف حد مثلا معين إن أنا مثلا قرأت كتير جدا، فهقول له كم كتب قرأت. تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة. لما تحب تعبر مثلا عن كثرة الشباب اللي انت عرفتهم في حياتك، انت بتقول لصاحبك كم شاب عرفت. او لما تحب تعبر عن كثرة الذنوب التي ارتكبت في حق الله، بتقول له كم ذنوب ارتكبت في حق الملك اللي هو الله. ولما تحب تعبر عن كثرة الشهداء اللي ضحوا بنفسهم في سبيل الله، هتقول كم من شهداء ماتوا في سبيل الله. ولما تحب تعبر عن كثرة المشروعات وكثرة المصانع التي أقامتها الدولة، هتقول كم من مشروعات أقامتها الدولة. إيه اللي أنت لاحظته من خلال الأمثلة؟ هتقول يا مستر أنا ملاحظ من خلال الأمثلة إن كم الخبرية مش محتاجة إجابة. أنا بقول كم من ذنوب ارتكبت في حق الملك، يعني أنا عاوز أقول إن هي كتير. يعني تاني حاجة إن تمييزها
ممكن يجي مفرد وممكن يجي جمع. ان تمييزها بيجي مجرور دايما، مفيش حاجه اسمها تمييز منصوب خالص بقى، بس المجرور ده يا اما مجرور بحرف جر يا اما مجرور بالاضافه. اخر الجمله بتاعت علامه التعجب اللي هي المعروفه. تعالوا معايا نشوف الامثله تاني من جديد ونشوف اعرابها. كم شاب عرفت، كم ذنوب ارتكبت في حق الملك. طبعا في المثال الاول انا مش عاوز اعد الشباب اللي انا عرفتهم، وفي المثال الثاني انا طبعا مش هقدر اعد الذنوب اللي انا ارتكبتها في حق المولى عز وجل، وعلشان كده دي كم الخبريه. ولذلك اعراب اللي جاي بعد كم الخبريه هيعرب في الحاله دي تمييز مجرور بالاضافه مجرور بالكسره. عارف ليه تمييز مجرور بالاضافه؟ علشان ما فيش حرف جر جاي بعد ايه؟ بعد كم. طب لو في حرف جر جاي بعد كم، زي كم من شهداء في هذا الوطن، كم من مشروعات اقيمت، هنلاحظ ان كلمه شهداء وكلمه مشروعات اعربها بكل بساطه تمييز مجرور بمن وعلامه جر الكسره. اظن يعني الاعراب ده مش محتاج تعليل. الخلاصه ان تمييز كم الخبريه مجرور بالاضافه اذا لم يكن بعدها حرف جر. يعني انا بشوف الجمله قدامي، لو انا حكمت على الجمله ان هي كم الخبريه، يبقى اذا كم ده الخبريه دي تمييزها حاجه من اتنين، لو لقيت حرف جر هيبقى مجرور بحرف الجر، طب ما لقيتش حرف جر هيبقى مجرور بالاضافه. بالنسبه لكم الاستفهاميه الخلاصه بتاعتها ايه؟ هقول ان الخلاصه بتاعتها ان تمييزها منصوب اذا لم يكن قبلها حرف جر، وتمييزها هيكون مجرور بالاضافه اذا كان قبلها حرف جر. انا بشوف الجمله تاني، لقيت الجمله استفهاميه، هبص الاول قبل كم، لقيت حرف جر يبقى تمييز مجرور بالاضافه، طب ما لقيتش حرف جر يبقى تمييز منصوب بالفتحه. وهنا نكون انتهينا من درسنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.